هطلع شويه بره السوبر وبعدين ارجع تاني. لكنه هل لديك معلومه، لان قريت لك كده كذا حاجه خاصه بامام عاشور وان عودته للقاهره وان علاجه في القاهره والكلام اللي بيتردد انه امام قريب من النادي الاهلي، هل هذا الكلام فيه شيء من الصحه ولا مجرد اجتهادات صحفيه؟ طيب في مفاوضات رسميه مع امام عاشور؟ ما فيش مفاوضات رسميه مع امام عاشور، هو مجرد جس نبض للاعب. اللاعب اتكلم في فكره ان ميتلاند لسه دافع 3 مليون دولار، هيبقى صعب النادي الاهلي يوفر الفلوس دي دلوقتي. الحل يعني في اقتراح كده داخل لجنه الكره بالنادي الاهلي، امام عاشور اصابته مطوله ممكن ما يلحقش فتره الاعداد مع نادي الدنماركي، مع تغيير الجهاز الفني ما كانش بيشارك الفتره اللي فاتت، اعتقد ان امام ممكن ما يبقاش موجود بشكل اساسي مع فريقه. ففي مقترح داخل النادي الاهلي في حاله الاستغناء عن ديانج، في حاله ان ما كانش في تعاقدات جيده في منطقه وسط الملعب بناء على رغبه كولر، ربما يكون امام عاشور موجود مع النادي الاهلي بنيه الاعاره، على سبيل الاعاره بنيه البيع، اعتبار على سبيل الاعاره من ميتلاند، من ميتلاند يشارك. نعم. الاهلي يدفع مبلغ قليل. نعم. يستفيد بامام، وده ده اقتراح موجود، اقتراح يعني موجود، خصوصا لو الاهلي تمكن من الفوز بدوري ابطال افريقيا، اعتقد ان هو هيكون من المغري لامام ان هو يجي للاهلي يشارك كاس العالم للانديه. هو كده كده الاهلي يشارك في كاس العالم للانديه، ويلعب الفتره يعني 2025 تم الاعلان الاهلي 2025 هنتكلم على لا مفيش خلاص كده 2025 تمام. نعم. فبالتالي امام، ويبتدي كمان امام يحافظ على فرصه في اللعب مع النادي الاهلي عشان خاطر منتخب مصر، لكن نعم. العوده لنادي الزمالك، لكن رسميا صعب. لم يتفاوض احد رسميا مع النادي الاهلي، لسه ما فيش اي مفاوضات، كل ما يقال يعني تكهنات، مجرد استطلاع راي ما بين اللاعب وبعض المسؤولين داخل طيب النادي. السؤال الثاني، طالما في الامارات وكهربا موجود في الامارات، هل بالفعل في كلام عن اي عروض لكهربا في الامارات؟ طيب خلينا اقول لحضرتك ان كهربا الفتره اللي فاتت مع بعض المحبين وبعض الوكلاء كانوا بيحاولوا يجدوا حل لكهربا على اعتبار ان هو يسد رقم الغرامه. لا حل ولا لسه؟ حل مادي؟ لا، هو الفلوس كده كده كهربا بيحاول يجمعها باكتر من طريقه، كان معاه جزء مجمعه وابتدى بعض اللعيبه ساعدته بالفعل على لم جزء من الغرامه، بالتالي في بعض اللعيبه ساعدته مش دفعوا معاه، يعني قالوا له شوف انت هتقف معاك على قد ايه ونقدر ندفع معاك لحد ما تقدر تسد انت بعد كده الفلوس. ده حصل كتير في النادي الاهلي مع لعيبه كتير كان عندهم ازمات ماليه، كانت اللعيبه بتقف مع بعض. ده اجتهاد منك معلومه ان اللعيبه قالت الكهرباء لو هتقف على مبلغ بسيط 300-400 ألف دولار زي ما كان بيتقال في الاول، احنا اللي 300 الف دولار بسيط دلوقتي ده 10 مليون جنيه بالنسبه للعيبه، بالنسبه يعني لو دفع 20-30 ألف دولار من كذا لاعب يقدر يلم المعلومه. كهربا لما ابتدوا يسوقوه ابتدى الوكلاء يتكلموا، كذا نادي في الامارات رحب بالتعاقد مع كهربا لكن على سبيل البيع النهائي، ودول مستنيين ان النادي الاهلي يخلص الموسم ويبداوا التفاوض مع كهربا ويشوفوا كهربا يعمل ايه، لان اي نادي قال لك 2.5 مليون دولار رقم كبير فهدفع عليه حاجات بسيطه للنادي الاهلي اسدد الغرامه وكهربا يبقى لاعب. اذا ده كلامك انت؟ معلوماتي من داخل معلوماتك انت.